ما الذي ينبغي علينا أو ما الذي ينبغي علي أنا كمسلم كفرد؟ يعني الآن ما فيش، أنا أعلم أن هناك سياسات دولية وسياسات في العالم الإسلامي وسياسات في العالم العربي ومنظمات دولية ومنظمات عربية، وهذا يشجب وهذا يندد وهذا يستنكر وهذا زعلان وهذا حزين، ولا هذه الأمور لا تسمن ولا تغنم أغلبها يعني. لكن على كل حال المسلم أنا كفرد ما الذي أستطيع أن أقدمه للأقصى اللي هو ثالث الحرمين، اللي هو المكان الذي عرج منه النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كان من الممكن أن يصعد الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج من المسجد الحرام، صح ولا لا؟ كان من الممكن أن يصعد به من المدينة، ولكن لماذا فلسطين؟ لماذا الأقصى؟ يعني بقعة الله سبحانه وتعالى أراد أن يكرمها بهذا الحدث، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يقول أن هذا المكان أصبح مرتبط بالعالم الإسلامي ارتباطا وثيقا منذ أن صعد منه النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. يعني تخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم يعرج به، فنحن لما نتحدث عن المسجد الأقصى لنتحدث مع يعني مع احتفاظنا بكامل التاريخية لمساجد العالم الإسلامي، لا نتحدث مثلا عن الجامع الأزهر، لا نتحدث عن جامع الحسن الثاني، لا نتحدث عن جامع القرويين، ولا نتحدث عن القيروان، ولا نتحدث عن مسجد صوفيا ولا مساجد أخرى في العالم الإسلامي، وإنما الأقصى بالنسبة للمسلم كما قلت هو مصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والمسجد من المساجد التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشد إليها الرحال كالمسجد الحرام والمسجد الأقصى. يعني المسلم لو قصد مسجدا بعينه حتى يصلي فيه، ربما البعض يقول بأن هذا بدعة، يقول لك يسافر عشان طب ما تصلي في وجهتي الأرض مسجدا وطهورا، لكن هذا المسجد مثله مثل المسجد الحرام تشد إليه الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وذكرت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة فيه، وإن كان البعض في هذه الأحاديث ضعيف، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. هذا حديث ضعيف. وحديث الآخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتوه فصلوا فيه فإن صلاتكم فيه بألف صلاة فيما سواه أيضا، نعم حديث ضعيف. لكن وردت أحاديث أخرى أيضا تبين فضله ومكانته وتبين أن الصلاة فيه مضاعفة. ويكفينا فيه أن الله سبحانه وتعالى قال إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فما واجبك أنت كمسلم كفرد؟ نعم الآن نتحدث عن القضية من منظور فردي، لم يكن فيما بعد من منظور جماعي. فمن المنظور الفردي أن نعلم بأن قضية فلسطين كما قلت هي أمر من أمور الإسلام وأمور الشريعة الإسلامية لا بد وأن نتحدث به. الأمر الثاني اللي هو موضوع إيمانك أنت وأعمالك الصالح، ده فيه نوع من أنواع النصرة للمسلمين في أي مكان، لأن آية النصر واضحة إن تنصروا الله ينصركم. الأمر ده مش معناه أن أي نعم الإنسان بيدعو الله سبحانه وربما يكون يعني ضعيف شوية من الناحية الإيمانية ولا مقيم على معصية، فأي نعم بيدعو الله سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعواتنا جميعا، لكن حتى موضوع الإيمان والعمل الصالح لابد أن يكون واضح في ذهنية المسلم وفي عقلية المسلم، إن تنصر الله ينصر. وموضوع غزوة أحد ليس منا ببعيد، يعني المسلمون لما عصوا يعني دون قصد منهم أمر واحد من أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم كانت النتيجة هزيمة في غزوة أحد، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحابي أحد حتى لو كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم في معصية في مخالفة الأمر في هزيمة. وآية سورة النور واضحة اللي هي آية التمكين أو المطلق عليها العلماء بآية التمكين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، بس في إيمان في عمل صالح، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يبقى قضية الإيمان والعمل الصالح، وبعدين قضية الدعم المعنوي سواء من خلال الدعاء، لأن حتى موضوع الدعاء فيه دعم معنوي ودعم روحي ودعم نفسي، ومعروف أن سهام الليل لا تخطئ
وبذلك تكون القضية حاضرة في ذهنك أن تدعو الله سبحانه وتعالى لهم بالنصرة والتمكين، سواء في سجودك، سواء في ركعاتك بالليل، سواء في أي صلاة تصليها، أن تدعمهم ماديا وماليا عبر القنوات الموثوق منها والمشروعة والمعروفة. ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى في المسجد ندرس هذه القضية جيدا حتى نتحرى الأمر من شكل الله سبحانه وتعالى. لكن على كل حال الدعم المادي مطلوب، لأن حتى الجهاد المالي مقدم على الجهاد النفسي في كثير من آيات القرآن الكريم، في كثير من آيات القرآن، يعني تقريبا معظم الآيات التي تتحدث عن الجهاد في القرآن الكريم تقدم الجهاد بالمال أولا. على سبيل المثال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، في أواخر سورة الصف: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. أنت ما انتش قادر تعمل أي حاجة، لكن تستطيع أنك أنت تدعم ماديا. في آيات سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكلا وعد الله الحسنى. فالإنفاق مقدم على الايه؟ على الجهاد النفس. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكلا وعد الله له الحسنى. إذا معنى ذلك أن هناك العديد من الأمور، أن نتحدث عن هذه القضية كما قلت مع أولادنا، أن نعرفهم بهذه الأمور، إن تستطيع أن كونك تستطيع أن تتحدث معهم في هذه القضية وتبين لهم فضائل الأقصى وتبين لهم مكانة فلسطين، مكانة الشام، ده أمر لابد وأن تتحدث عنه مع الأجيال المقبلة. يعني إن لم تستطع ممكن تسمعهم هذه الخطبة، من الممكن تسمعهم فيديوهات أخرى من علماء موثوق بهم وبديانتهم إلى آخر هذه الأمور. فالمقصد أن نعرفهم، وأن نعرفهم أيضا أن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعض، حتى لا يقول ما لي أنا وفلسطين، ما لي أنا والأقصى، لا لا لا، ما لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وفي نفس الوقت مثل المؤمنين في تواتهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكت شوف المؤمنين في أي مكان، مثل المؤمنين في تواتهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. واعتصموا. وفي نفس الوقت أي نعم هناك يعني بعض الخلافات في العالم الإسلامي في العالم العربي، هذا أدى إلى التشرذم، هذا أدى إلى التفرقة، هذا أدى إلى ضعف الأمة سواء الأمة العربية أو الأمة الإسلامية. مع ذلك نحن خلفنا كثير من الأوامر، والله سبحانه وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فأي مكان أو أي بقعة في العالم الإسلامي حدث فيها هزيمة فالأعداء لم ينتصروا لقوتهم، وإنما انتصروا بسبب تفرقنا وضعفنا. هذا ما يسمى بالقابلية، من الناحية النفسية يعني يسمى بالقابلية للاستعمار. عندك ضعف ووحد داخلي سواء في على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي، فعندك قابلية لأن تستعمر. وهذا ما أكد عليه المفكر الجزائري المعروف مالك بن نبي، يقول: الأمة أو العالم الإسلامي عنده قابلية لأن يستعمر. لماذا؟ لأن فيه وهن من الداخل، فيه ضعف من الداخل. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم أمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قال: ومن قلة النحل يمزن الرسول؟ قال: لا، أنتم مميزين كثير ولكنكم غساء كغساء السيد. دي المصيبة ودي المشكلة، الغساء كغساء السيد. فده يسمى بالهزيمة النفسية، وينبغي علينا أن نبتعد عنه سواء في أحاديثنا أو في كلامنا أو في كلامنا عن هذه القضية مع أولادنا ومع الأجيال المقبلة، أن نبتعد عن الهزيمة النفسية سواء كانت هزيمة فردية أو هزيمة على المستوى الجماعي، ونخبرهم بأن الأمة الإسلامية تمرض لكنها لا تموت، وكثيرة هي الأحداث التي حدثت في العالم الإسلامي. وكان المؤرخون في أثناء هذه الأحداث يقولون بأن العالم الإسلامي
لن تقوم له قائمة. وبفضل الله سبحانه وتعالى انتصر العالم الإسلامي، ومعروف مثلا المعارك التي انتصر فيها قادة العالم الإسلامي مثل يوسف بن تشافين، مثل قطز في عين جالون، مثل صلاح الدين الأيوبي. يعني لما دخل التتار في العالم الإسلامي كان المؤرخون يقولون بأن العالم الإسلامي لن تقوم له قيمة بعد ذلك. ولما دخل وانتصر المسلمون عليهم بفضل الله سبحانه وتعالى في معركة عين جالون بقيادة قطز، ولما دخل الصليبيون العالم الإسلامي كان الناس يقولون بأن الإسلام لن تقوم له قيمة بعد ذلك، وبفضل الله سبحانه وتعالى انتصر عليهم المسلمون بقيادة صلاح الدين في مواقع الطين. فالمقصد أن العالم الإسلامي أي نعم كان يمرض لكنه لا يموت، العالم الإسلامي مستمر بفضل الله سبحانه وتعالى، بحفظ من الله سبحانه وتعالى، بحفظ من القرآن الكريم. فالهزيمة النفسية هذه ينبغي علينا أن نبعدها عن أنفسنا، لكن لا أحد يقول فأين النص؟ نحن نرى أن العالم الإسلامي فيه تشظم وفيه ضعف والقضية طويلة إلى آخره. يا أخي الكريم القضية مش موضوع يوم وليلة، التاريخ لا يحسب بعمرك أنت، أنت ممكن تعيش 70 سنة 50 سنة وتموت وتوكل على الله، إنما الحضارات تحسب بالقرون، الحضارات لها دورات فلكية، حضارة تشرق هنا وثم تغرب، وحضارة تغرب ثم تشرق. ألم نكن في يوم من الأيام نملك هذه الدنيا قرونا طويلة، وكانت كبريات الدول تحكم من خلال العالم الإسلامي؟ سيشيليا صقلية مش كانت تحكم من خلال الخلافة الإسلامية 200 سنة؟ أسبانيا والبرتغال مش كانت بتحكم من خلال العالم الإسلامي 800 سنة؟ فينيسيا البندقية مش كانت بينها وبين العالم الإسلامي علاقات دبلوماسية لمئات من السنوات؟ فلا تستبطئ النص، واعلم أن الله سبحانه وتعالى له سنن ربانية وسنن كونية، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها. سنة التداول دي معروف سنة اسمها سنة ربانية، يكون له أي نعم يكون له سنن كونية، والعالم والمجتمعات لها سنن اجتماعية، من ضمن السنن الاجتماعية سنة التداول. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ الجنة مش سهلة. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، دي اسمه سنة التمحيص. في سنة الايه؟ التداول، سنة التمحيص، ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. سنة التمييز أو الغربلة، من الصادق من الكاذب؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وأبشركم أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من خلال متابعة الأحداث الأخيرة ومن خلال انتصارات إخواننا في أرض فلسطين، هذا بشرى من الله سبحانه وتعالى للعالم الإسلامي، وفي نفس الوقت الصحوة الإسلامية والتنديدات الإسلامية في العالم الإسلامي والمظاهرات التي يخرج فيها ملايين من الشباب، هذا كله فيه بفضل الله سبحانه وتعالى يقظة في العالم الإسلامي وصحوة في العالم الإسلامي، وكل واحد فينا شعاره لبيك إسلام البطولة كلنا نفد الحمى، لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على إخواننا في فلسطين بالنصر والتمكين، الله سبحانه وتعالى هو ولي ذلك وهو القادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.